السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا بكم. كثير من الباحثين وكثير من الظروف التي تحيط في الباحثين أنه يبحث عن غير الذهب، يعني نبحث عن عملات ورقية مدفونة، كثير ناس دفنوا. طبعا هذا لا يكون دفين قديم، كثير سنين معدودة أو أحيانا شهور أو أحيانا حسب، خاصة في مثل بعض ظروف الحروب اللي حصلت أو كذا. فكثير ناس سألوني عن موضوع البحث عن العملات الورقية استشعاريا، كون لا يوجد لا جهاز طنان ولا أي أجهزة ممكن أن تكشف هذه العملات الورقية. طبعا اجتهدت في تطوير هذا العلم كما قدمت من قبل عن الترددات، البحث عن العملات بالترددات الصوتية المحددة تشبه يعني الرادارية، كموجة الراديو مثلا تحدد النقطة بالتردد ويتوجه إلى الهدف. هلا راح نشوف استشعاريا يدويا بدون أي تردد. عندنا هنا 1 2 3 طبعا، وعندنا أيضا هنا البازلت وهذه الأمور والصخور الصعبة اللي معروفة وحكينا عنها. أحد هذه الأهداف من عدا الصخور طبعا، 3 أهداف كل واحدة فيها شيء ورقي، إنما 1 فقط فيه العملة الصحيحة، العملة النقدية الصحيحة، يعني 1 وهمي 1 وهمي لكن ورقي تمام. وعندنا 1 يعني منهم أن يكون هو الهدف الصحيح. راح نشوف، نبتعد قليل ونشوف التجربة، مع انه هون المكان تعرفوا اخواني المكان هون كله حديد وبازلت، عندي كتير صخور بازلتية وكوارتز، وعندي ايضا كمية حديد، وتعرفوا البناء يعني كله في تشويش كثير جدا، يعني حتى بعض الاجهزة لا تجرب في المنازل، لكن نحن نجرب افضل بداء يأخذ إشارة من المنزل مثلا، ثم نجرب أيضا في الأراضي البرية. رح نبدأ بسم الله، بعد ما أمسكنا الجهاز أعطينا هيئة البحث الصحيحة، شوف وين بتوجه، كسر على شمال رح نتوجه معه. هنا اخواني انتهى، اختار هذا الاناء، نأكد هل صحيح. طبعا شفتوا ما عطى على اي هدف من هذه الاهداف، نرجع لهاد ولا هاد، وعنا هنا موضوع صخور كبيرة تمام. راح نرجع نعيد التجربة للتأكيد، نشوف صح لا لا. طبعا كل ما نمشي كم خطوة اخواني نتوقف حتى يصحح مثلا، ياخذ اشارة بشكل صحيح. اعطى على هذا الاناء، طيب راح نشوف اذا كان هذا الشيء صحيح. طبعا حتى اخواني نقطة قبل ما اكشف اذا كان ورق مصنوع او ورق فعلا نقدي اصلي، بس نقطة انه نكمل التربيع، هو كسر خلاص لم يختار اي هدف تمام. راح يسكر معنا تربيع مثله مثل على الذهب، كأنه يربي على الذهب. واذا اقفلنا الانتيلات، إذا أقفلنا الأنتيلات مثل ما أنا ملاحظين، راح يظل يدور عكس عقارب الساعة. ننزل الأنتيلات
اثنين ملاحظين. طيب الآن انتهينا من البحث، راح نشوف النتيجة هل هي صحيحة أم لا. بسم الله. هاي اخواني فئة من الدولار، ليست مصنعة ولا هي وهمية، هي صحيحة، 20 دولار. تمام. اذا هذه الفئة الدولارية كانت هنا اخواني الكرام بشكل صحيح اللي رب عليها الجهاز. هون راح نشوف الفئة الثانية اللي حطيناها بس فقط للتشويش، ونشوف يعني هي تشبه بنوعيتها ورق العملة لكن ما هي عملة، هي ورق فقط. تمام. وعندنا هنا الكوارتز والصخور اللي بتشوش بكل بحث عن اي شيء، ان كان على الذهب ان كان على اي كان. طبعا اخواني اذكر شغلة ايضا، انه في البحث عن الاوراق النقدية يكون المدى قليل، المدى الامامي، تختار انت قطعة مثلا شاكك فيها، فممكن انه نبحث ونحصر الهدف بيكون شكل سهل. اما اراضي شاسعة كذا صعب بالبحث الاستشعاري انه يصير تحديد نقطة الصفر، لان راح يجيك تشويش كثيرا احيانا، عرفت عايش شلون. فقطعة 50 متر مربع، قطعة 60 متر مربع، أنا النصيحة دائما تحددوا قطعة الأراضي تكون محددة محصورة في هذا المكان، مثلا في بيت قديم مر معنا نحن بيوت قديمة إخواني كان فيها عملات ورقية نقدية. فهذه الأمور يعني يجب أن يكون الباحث على دراية وعلم بها ثم يبحث، والرزاق والله سبحانه وتعالى. نتمنى أن نكون أفدناكم بهذا الفيديو. نصيحة أيضا، إذا كان المال مولك لا تأخذ مال أحد لأنه حرام، لكن كما قلت في بداية الفيديو في ناس ظروفة يعني دعت إلى هذه الأمور كما تعرفون. تحياتنا لكم، لا تنسوا دعمنا باللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم بخير، بعد الله يحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.